بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عبد الرحمن لمعدات مزرعة الدواجن، إن شاء الله هنستكمل مع حضراتكم شرح الهيتر 3 كيلو وات من بي جي اي، الهيتر الكهرباء بالكامل. طبعا قبل كده شغلناه بشكل مانوال مع حضراتكم. طبعا في الفيديو ده هنستعرض مع حضراتكم شيء جديد، ده كده حساس، تمام، جهاز ثرموستات متكامل من كل حاجة. طبعا بيكون معانا شاشة هنا مزودة بريلي 30 أمبير ريلي داخلي، طبعا بنظام تشغيل بالتدفئة أو التبريد. عندنا هنا برضو لمبة فولت ومفتاح إيقاف وتشغيل سلكتور. طبعا مراعاة يعني ايه لإمكانيات الجهاز، زودنا الهيتر ده بفيشة أو فيش، نظام فيش وصلات محملة. طبعا الفيش هنا معانا محملة وبسلوك 4 ملي، تمام. بيكون مزود معانا هنا بحساس نقدر نمده في نص العنبر بواسطة سلكة الفون. هنستعرض مع حضراتكم تشغيله. كده ابتدى يشتغل معانا زي ما حضراتكم شايفين. كده لمبة الفولت بتعرض معانا شدة التيار الموجودة للمكان، طبعا بالإضافة للشاشة بتعرض معانا درجة الحرارة المعروضة دلوقتي، تمام. هنيجي نبص مع حضراتكم برضو طريقة ضبط الشاشة ديت، بسيط جدا. طبعا بنضغط على اس وبنزود من خلاله، تمام. طبعا امكانيات الشاشة ديت كتيرة جدا، فيها فاصل حراري نقدر من خلاله نظبط علشان خاطر نعمل فاصل حراري بين التشغيل والايقاف. نقدر من خلالها، طبعا هي في حالة تشغيل دلوقتي، الرمز اللي قدام حضراتكم ده كده بيدل على انها في حالة تشغيل. طبعا هنستعرض مع حضراتكم تشغيل الهيتر عليها، تمام. شاشة قوية جدا 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 وعليها ريلي 30 امبير، تمام. ده كان باختصار كده فيديو استعرضناه مع حضراتكم زي ما وعدناكم قبل كده، ان احنا نعمل الجهاز ده حساس نقدر من خلاله نتحكم في درجة الحرارة الخاصة بالهيتر. اي استفسار سيبوه في التعليقات، يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير. عباد الرحمن لمعدات مزارع الدواجن.